تقارير إسرائيلية أشارت إلى إمكانية استخدام إسرائيل لقنابل باهظة الثمن وللمرة الأولى على الإطلاق تجاه أهداف مهمة في الداخل الإيراني. الأمر أصبح واضحا مما نشر خلال 24 ساعة الماضية من قبل موقع إسرائيل ريدار المتخصص بكل الأمور التسليحية والعسكرية الخاصة بإسرائيل. هو الذي أشار إلى تقرير كان قد صدر بداية العام الماضي في معاريف العبرية ونقلها نفس الموقع، والأمر مرتبط بقنبلة GBU-72، القنبلة التي استعرضتها الولايات المتحدة الأمريكية في عام 2021، وظهر اختبار خاص بالجيش الأمريكي وسلاح الجو الأمريكي بطائرة F-15E التي تمتلكها إسرائيل أساسا، وهي تسقط هذه القنبلة بنجاح. وجاء موقع إسرائيل ريدار الذي نقل هذه التفاصيل من معاريف العبرية ليتحدث بأن إسرائيل تحصلت على هذه القنبلة بداية العام الماضي، أي بعد عامين من عرض الولايات المتحدة الأمريكية لهذه القنبلة. وهذا هو الذي يوضح بأن هنالك أمور غير رسمية جرت بين الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك إسرائيل. وهذه القنبلة التي نتحدث عنها يصل وزنها إلى 5000 رطل، أي أكثر من 2200 كيلوغرام، وهي متخصصة في ضرب جميع التحصينات مهما كانت قوية تحت الأرض، مثل المنشآت النووية الإيرانية أو المنشآت الصاروخية أو حتى المنشآت التي تستخدم أو يستخدمها أو تستخدمها الشخصيات المهمة والفي آي بي في التحرك. وكذلك أن هذه التقارير في حينها لم تتحدث فقط عن حصول إسرائيل على هذه القنبلة، لا بل حصولها على العديد من قنابل GBU-28 التي هي الأخرى يصل وزنها إلى 4000 رطل، أي نتحدث عن أكثر من 1800 كيلوغرام، وهي تخدم نفس الهدف. وإسرائيل بحسب هذه التقارير أكدت بأنها تدربت كثيرا خلال العامين الماضيين باتجاه البحر المتوسط باتجاه قبرص في تنفيذ عملية مباشرة على إيران لضرب المفاعلات النووية، خاصة العام الماضي قبل 7 أكتوبر قامت بالعديد من المناورات لتنفيذ مثل هذه العملية، خاصة وأن إيران تقدمت كثيرا على مستوى تخصيب اليورانيوم والاقتراب من القنبلة النووية في ظل عدم وجود أي اتفاق مع إيران. وعلى هذا الأساس مثل هذه القنبلة قد تكون خطيرة للغاية في الساعات القادمة إذا ما استخدمتها إسرائيل ضد أي تحصينات موجودة تحت الأرض. وعلى الرغم أن الولايات المتحدة أو إسرائيل لم تتحدثان على المستوى الرسمي بهذه القضية، إلا أن تصريح الرئيس الأمريكي جو بايدن مؤخرا بأن الولايات المتحدة الأمريكية لا تدعم إسرائيل تجاه أي ضربة تجاه المفاعلات النووية هو يعطي إشارة غير مباشرة وكأن إسرائيل قادرة لوحدها على تدمير هذه المفاعلات النووية، مما قد يشير بأن ما تتحدث عنه هذه المصادر أو تحدثت عنه في بداية العام الماضي عن حصول إسرائيل على GBU-72 قد يكون حقيقيا وحقيقيا للغاية. وتبدو أن هذه الضربة الإسرائيلية القادمة على إيران فعلا قوية وليست بالعادية أبدا، والأمر واضح من عدد من العلامات من تصريح قد صدر اليوم من قبل وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت الذي قال ربما ينتهي الأمر بإيران مثل غزة وبيروت، بالإضافة إلى أن 24 ساعة الماضية شهدت دخول طائرتين من طائرات C-17A لنقل الأسلحة ونقل الأفراد من الولايات المتحدة الأمريكية مع طائرات KC-46 للأرضاع الجوي دخلت إلى منطقة الشرق الأوسط، مما يشير إلى نقل أسلحة وأفراد بالإضافة إلى أسراب مقاتلة تابعة للولايات المتحدة الأمريكية دخلت للشرق الأوسط، وهذا هو التسجيل الخاص بهذه الطائرات بحسب الفلايت ريدار 24، بالإضافة إلى أن ظهر اليوم شهد أيضا دخول 3 طائرات أخرى من طائرات سلاح الجو الأمريكي إلى منطقة الشرق الأوسط من C-17A، مما يشير أيضا أن هنالك شحن للمعدات والعناصر القتالية باتجاه قاعدة العدو في قطر في استعداد من الولايات المتحدة لأي تطور سريع ممكن أن يطرأ مع الضربة الإسرائيلية المرتقبة على إيران. وكذلك أن قائد القيادة المركزية الأمريكية إيريك كوريلا يوم أمس وصل لإسرائيل من أجل تنسيق هذه الضربة وأن تكون بإشراف الولايات المتحدة وإسرائيل، إشراف مشترك وتنسيق مشترك بين الطرفين. الأجواء بشكل عام منذ الليلة الماضية وهي خالية بهذه الطريقة بهذا الشكل كما نلاحظ، مما هو قادم من إسرائيل على سبيل المثال إلى سوريا إلى العراق إلى إيران، ممكن في أي لحظة وفي أي ساعة أن تنفذ هذه العملية التي نتحدث عنها. بالإضافة إلى ذلك إلى أن واحدة من العلامات المهمة على أن إسرائيل تخطط لعملية وضربة كبيرة هو ما بدأته ليلة يوم أمس من ضربات كبيرة باتجاه الضاحية الجنوبية
في بيروت وجهت ضربات كبيرة باتجاه كل هذه النقاط التي تأتي بالقرب من مطار رفيق الحريري، وكانت الضربات جاءت بهذا الشكل. الضربات كانت عبارة عن أكثر من 30 غارة من قبل إسرائيل ضربت العديد من الصواريخ والأسلحة الاستراتيجية التي يمتلكها حزب الله اللبناني. الانفجارات لم تكن عادية أبدا، التصوير جاء من عدد من الزوايا وهي استمرت حتى ظهر هذا اليوم، وأساسا حتى طائرة من طائرات الشحن الخاصة بطائرات قشم الإيرانية المعروفة بأنها تنقل الأسلحة إلى سوريا أو إلى لبنان لصالح حزب الله أو الفصائل الموجودة في سوريا ظهرت ظهر هذا اليوم وهي تعود أدراجها، ويعتقد بأنها كانت متجهة إلى بيروت، حلقت فوق الأجواء العراقية وعادت مرة أخرى إلى إيران لأنها رفضت تماما وتم تهديد هذه الطائرة وعليك أن تعودي يا طائرة الشحن قشم. وطبعا هذا هو التسجيل الخاص بالفلايت ريدر 24 لهذه الطائرة، وهذا يوضح بأن إسرائيل هنا تعد فعلا لضربة كبيرة على الجانب الإيراني، خاصة وأن حزب الله اللبناني أساسا هو كان قد صمم من قبل الجانب الإيراني بحسب ما تتحدث عنه العديد وتحدثت عنه العديد من الأوساط الغربية في السابق بأنه صمم من أجل ردع إسرائيل من أي ضربة باتجاه المفاعلات النووية. وبالتالي بالنسبة لإسرائيل الآن بما أنها تضرب القدرات لحزب الله بهذه الطريقة الكبيرة للغاية، هو من أجل منع حزب الله اللبناني من أي ردة فعل قوية باتجاه إسرائيل، لأن إسرائيل تعد فعلا لضربات كبيرة قد تطال المفاعلات النووية الإيرانية. وبالتالي هذا كله يوضح أن إسرائيل تعد لظروف كبيرة للغاية على إيران، وإيران منتبهة لما ممكن أن يكون قادما تجاه أراضيها، خاصة وأنها أرسلت إنذارا بهذه الطريقة كما تلاحظون خلال يوم أمس ليلة يوم أمس إلى جميع الطائرات التي تحلق في المنطقة الغربية من إيران في هذه المنطقة بأكملها. ولا بد من الانتباه أن هذه المنطقة التي طلبت إيران إيقاف الطيران فيها في كل ليلة بدءا من الساعة 9 مساء وهي بدأت الآن أساسا فعلا بعد هذا الإنذار حتى الصباح الباكر، هو من أجل فتح الأبواب للقواعد الصاروخية الإيرانية من أجل ضرب إسرائيل في حالة أن إسرائيل وجهت ضربة كبيرة تجاه منشآت الطاقة أو المنشآت النووية. كما تتحدث بعض التقارير فإن إيران مستعدة لردة فعل سريعة بالصواريخ، صواريخ الفرد صوت والقدرات التي تمتلكها برؤوس حربية ممكن أن تكون أكثر خطورة مما استخدم في الأيام القليلة الماضية من قبل الجانب الإيراني على إسرائيل. هي تعد العدة لردة فعل قوية، وكانت واضحة الأوساط الإيرانية والحرس الثوري الإيراني قالوا بأنهم ان تعرضت إيران لضربات باتجاه المنشآت النفطية أو منشآت الطاقة فإنها ستدمر أيضا البنى التحتية الخاصة بإسرائيل من منشآت الطاقة أو المنشآت النفطية أو حتى المنشآت الكهربائية. وإيران أيضا أفرغت تماما عددا من المطارات وعددا من الموانئ مثل ميناء بندر عباس الذي تتواجد فيه العديد من المدمرات الإيرانية على سبيل المثال. إذا ما ألقينا نظرة على هذه الجزئية ثم ننتقل لهذه الجزئية ثم ننتقل إلى هذه الجزئية تحديدا لنقارن كيف تغيرت الأمور منذ 28 من سبتمبر حتى تقريبا 4 أكتوبر، أي قبل يومين. تلاحظ هذه الصورة ولاحظ كيف تغير الوضع هنا بالنسبة للسفن الموجودة هنا، لاحظ كيف أن هذه قبل ولاحظ بعد كيف تغيرت. لاحظ أن هنالك اختفاء لبعض الأجزاء، وهذا اختفاء لعدد من السفن والفرقاطات والمدمرات الموجودة الإيرانية في هذه النقطة. كذلك تلاحظ من خلال هذه الصورة لاحظ كيف أن هنالك بعض العلامات قد تغيرت في هذه المنطقة، لاحظ هنا قبل ولاحظ هنا بعد، هنالك تغير في عدد من النقاط التي نراها هنا. وكذلك في الصورة الأخيرة من ميناء بندر عباس تلاحظ أيضا علامات هنا، بعض الزوارق هنا، هذه السفينة المتوقفة أو التي تبدو أيضا كمدمرة، تلاحظ هنا كيف أنها تغيرت قبل وبعد، أي أن إيران أفرغتها تماما. لا بل أن هنالك لقطات مصورة للمدمرات، واحدة من المدمرات الإيرانية وهي تتحرك في هذه المنطقة، غادرت طبعا ميناء بندر عباس الموانئ العسكرية، تفرقت هذه السفن يمينا وشمالا لكي لا تكون هنالك ضربات مؤثرة مدمرة لعدد كبير من هذه السفن أو المدمرات. كذلك مطار مهر آباد على سبيل المثال أيضا تغير وضعه في نهاية سبتمبر،
وبداية أكتوبر بعد الهجوم الإيراني على إسرائيل. لاحظ هنا كيف أن الطائرات أيضا مرة أخرى تغيرت عدد هذه الطائرات هنا أو حتى هنا أو حتى في نقاط أخرى. لاحظ هنا قبل ولاحظ هنا بعد كيف أنها اختفت، وبالتالي إيران هنا تأخذ احتياطاتها حتى في الشخصيات المهمة الموجودة في الداخل الإيراني، من المرشد الأعلى وصولا إلى من؟ إلى قائد القوة جو فضائية أمير علي حاجي زادة الذي نفذ كل العمليات والضربات الصاروخية. هذا هو قائد القوة جو فضائية في الحرس الثوري الإيراني، هو المسؤول عن كل هذه الضربات والدقة في هذه الضربات باتجاه إسرائيل، حيث أنه تحصل اليوم على ميدالية النصر. هذه هي ميدالية النصر التي قام بتقليدها إياه طبعا المرشد الأعلى الإيراني بهذه الطريقة بسبب النجاحات الصاروخية التي تحققت. وطبعا بكل تأكيد إسرائيل ستبحث عن اغتيال العديد من الشخصيات، وأمير علي حاجي زادة يعتبر من أهم الشخصيات التي نفذت الكثير من العمليات التي لم نراها في السابق أبدا على إسرائيل. وأيضا أن العراق ليس خارج هذه المعادلة أبدا، حيث في الأيام القليلة الماضية تحدث الجيش الإسرائيلي، الوكالات المهمة مثل وكالة رويترز أكدت بأن كانت هنالك طائرات مسيرة قادمة من العراق ضربت قاعدة إسرائيلية موجودة في مرتفعات الجولان، الأمر الذي أدى إلى مقتل جنديين إسرائيليين بالإضافة إلى 23 جنديا آخرا جرحوا. 2 من هؤلاء الجنود كانوا قد تعرضوا فعلا إلى إصابات خطيرة للغاية، بينما 21 جنديا إسرائيليا تعرضوا إلى إصابات طفيفة. ولا بد من الانتباه إلى أن إيران رغم كل ضرباتها باتجاه إسرائيل إلا أنها لم تصيب جنديا إسرائيليا واحدا. حركة حماس هي التي قتلت العديد من الجنود الإسرائيليين، حزب الله اللبناني هو الذي قتل عددا من الجنود الإسرائيليين، وها هي الفصائل العراقية تمكنت من قتل جنود إسرائيليين. وهذا قد يفسر لماذا أن العراق سيكون هدفا كبيرا بالنسبة لإسرائيل من خلال الموجات المتوقعة يوم غد أو حتى في هذه الليلة ما بين 6 و7 من أكتوبر. ويوم غد هو يوم عملية طوفان الأقصى بكل تأكيد، وهذا له معاني كبيرة بالنسبة للجانب الإسرائيلي. بالتالي ما هو متوقع أن طائرات KC-135 الأمريكية، متوقع من طائرات تزويد الوقود أن تحلق فوق الأجواء العراقية، وأن الأجواء العراقية ستكون مشغولة بهذه الطائرات. لماذا؟ لأن تزويد الوقود مهم للغاية لطائرات F-35 وطائرات F-15 فوق الأجواء العراقية، يتم تزويد الوقود وبعدها تقوم بعملية الدخول مباشرة على الأراضي الإيرانية. ونحن نتحدث عن GBU-72 أو GBU-28، أهم المنشآت الموجودة في الداخل الإيراني طبعا هي موجودة تحت الأرض، وبالتالي الأهداف المتوقعة هي أن تكون المنشآت الصاروخية ومنشآت الطائرات المسيرة التي تطور من خلالها إيران العديد والعديد من القدرات الصاروخية، وكذلك على مستوى الطائرات المسيرة. وبالتالي هذه أهداف محتملة بالنسبة للجانب الإسرائيلي، خاصة المعاقبة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة أيضا إلى منشآت أخرى مثل المنشآت النووية، هي المنشآت أيضا التي ممكن إسرائيل أن تذهب لاستهدافها. والمنشآت الصاروخية التي تحدثنا عنها والمرتبطة بالطائرات المسيرة هي أيضا مسألة مرتبطة بروسيا، لأن إيران ترسل الكثير من الطائرات المسيرة والصواريخ لروسيا لتستخدم في أوكرانيا، بالتالي هو هدف مشترك. كذلك القواعد الصاروخية الإيرانية هي أيضا محتمل جدا أن تكون هدفا للاستهدافات الإسرائيلية، بالتالي متوقع أن تكون هنالك هجمات سبرانية في بادئ الأمر من قبل إسرائيل لتعطيل المنظومات الدفاعية، ثم تدخل طائرات الشبح لتنفيذ ضربات على المنظومات الدفاعية الإيرانية لتركيعها تماما، ثم تدخل طائرات F-15 ممكن لها أن تنفذ عمليات وضربات من فوق الأجواء العراقية، كما شهدنا في ردها على عملية الوعد الصادق الأولى في شهر أبريل من هذا العام. وممكن أن تدخل الأجواء وهي تحمل قنبلة GBU-72 أو GBU-28، وبعد ذلك تقوم باستهداف هذه المنشآت التي نتحدث عنها الصاروخية أو حتى المنشآت النووية، خاصة وأن إسرائيل تعلم أي ضربة كبيرة على إيران ممكن أن تدفع إيران للوصول للقنبلة النووية، وهذا آخر ما تريده إسرائيل من هذه الضربات. ولا بد أن لا ننسى أن شخصيات مهمة محتمل جداً أن يقوم الموساد الإسرائيلي أن ينفذ عمليات اغتيال ضدهم أو حتى استخدام هذه القنابل التي نتحدث عنها من GBU وغيرها. ولا بد من الانتباه بأن إسرائيل رغم كل هذه الظروف لم تتأخر ولم تتوقف عن التقدم
في لبنان وفي جنوب لبنان. على سبيل المثال، نشرت وزارة الدفاع الإسرائيلية عددا من اللقطات توضح الجنود الإسرائيليين وهم يتحركون كما يتحدث الجانب الإسرائيلي في جنوب لبنان ضد حزب الله اللبناني. ومن هذه الصورة التي رأيناها قبل قليل نلاحظ بأننا أمام مبنى مميز يبدو كمصلى طبعا كما نلاحظ، وهنالك عدد من العلامات التي تتطابق مع من؟ مع منطقة يارون تحديدا في جنوب لبنان مع هذا الطريق الذي نراه. وبالتالي إذا ما أخذنا هذه الصورة واتجهنا للقمر الصناعي بسرعة إلى يارون في جنوب لبنان، فسترى بأن هذه المنطقة تأتي وسط يارون. هذه هي المنطقة التي ظهر فيها الجنود الإسرائيليين طبعا وهم يدخلون لهذه النقطة. تلاحظ هذا هو نفس المبنى، نفس الجدار تقريبا، نلاحظ كلها هذه نفس العلامات، وهذا هو الطريق، ويوضح لك أن الجنود الإسرائيليين قد دخلوا لهذه المنطقة وهذه تقريبا وسط يارون. بالتالي يبدو بأن هذه المنطقة قد سقطت، أو هذه البلدة سقطت بيد الجنود الإسرائيليين كما هو واضح. وكذلك في نفس الوقت هنالك عيترون أيضا قد تقدمت باتجاهها أو تقدم باتجاهها الجنود الإسرائيليين هنا في هذه المنطقة المرتفعة كما نلاحظ في هذه النقطة تحديدا. ستلاحظ بأن هنالك جنديا إسرائيليا يهبط في هذه المنطقة، هذه هي منطقة مرتفعة، هنا طريق، الأهم هو هذا الطريق وهذا المبنى. ولاحظ هذه الصورة هي متطابقة مع هذه الصورة للجندي الإسرائيلي وهو يهبط هنا كما نلاحظ، وهنالك طريق واضح، نقطة مرتفعة، وهذا هو الطريق الآخر. وتلاحظ بذلك ويوضح لك أن القوات الإسرائيلية فعلا قد دخلت إلى هذه المنطقة من عدد من الاتجاهات، وتقريبا التقدم يأتي هنا بحسب معهد دراسات الحرب كما نلاحظ، وكذلك باتجاه النهر الليطاني كما نلاحظ. وبالتالي هنالك استهدافات، هنالك تقدم بري، هنالك ضربة مرتقبة. إسرائيل لا تريد التأخر أبدا من عملياتها ضد حزب الله اللبناني، وكذلك في نفس الوقت هو استمرار العمليات أو ترقب الضربات باتجاه إيران. بالتالي هنالك لا مركزية في القرار الإسرائيلي إن كانت في غزة أو إن كانت في لبنان أو إن كانت باتجاه إيران أو ما ممكن أن يكون قادما تجاه العراق.